يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يستدل بعض الناس على إباحة الاختلاط بين الرجال والنساء أن عدم الاختلاط غير ممكن، فهو واقع في الأسواق والمستشفيات، وأن المصلحة تدعو إلى فعله. هذا ما هو باختلاط، هذا وجود في المكان. نعم المكان يوجد فيه الرجال والنساء، لكن من غير مماسة ومن غير مخالطة في كراسي أو مجالس أو حفل، تختلط مع بجنبه رجل وبجنبه الثاني رجل، هذا هو الاختلاط، لأنه يثير الفتنة. أما أنها موجودة في المكان والرجال موجودون في المكان، نعم وجدوا في المسجد على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن كانت النساء على حدة وكان الرجال على حدة، فلا فتنة في هذا. هم الآن يغالطون، يجيبون الوجود في المكان ويجعلونه اختلاط. لا، الاختلاط أن تجلس إلى جنبه أو تقف إلى جنبه مماسة، هذا الاختلاط، لأنه يثير الفتنة والشر، لا سيما إذا كانت سافرة ومتبرجة. هذا هو الاختلاط الذي حرمه الله. أما وجود الرجل والمرأة في المكان، في المزرعة، في المسجد، في السوق، أو كما يقولون في المستشفى المراجعين، هذا ما هو باختلاط، وله مقصود أيضا في المطاف، في المسعى، ما هو مقصود ولا يثير فتنة هذا. نعم. هل حكمه هم معنى منع الاختلاط إننا نسك على النساء في غرف طول الوقت ولا يشوفها أحد؟ ما هو بهذا المقصود. النساء تخرج لحوائجها وتسأل الرجل ما عما أشكل عليها وتبيع وتشتري، ما في مانع مع التحفظ والتستر. نعم. أما أننا نخزنها ولا تخرج أبد ولا تشم الهواء، هذا ما هو صحيح. نعم.